لأ، اعملي الكلام ده بعيد عن الفيلم بتاعي. ليه يا هانم؟ عشان ما عنديش مكان في الفيلم الأغنية اللبنانية. نكلم المؤلف يزرع لها مكان في السيناريو. يا سلام، انت عايزاني افصل لك سيناريو على مقاسك يعني؟ كنت فاكراكي هتحترمي رغبتي في اني ارد جميل بلدي عليا. وانا كنت فاكراكي انك هتحترمي الفيلم اللي هتصوريه. هديكي فرصه تفكري براحتك وترد عليا. وانا بقولك لتاني مره، ما بفصلش افلام على مقاس ممثلين. انت كيف بتحطي هيك شرط على اسيا داغر؟ هيدا مش شرط، هيدا حلم عم بحلمه من ساعة ما جيت على مصر، بس الست آسيا مش مهتمة إلا بأحلامها. بس يا جنات كنتي خديها شوي شوي، مش تقولي لها فكري بالموضوع وحكيني بعدين. وأكيد هي فهمتها إنك عم تهدديها. أنا عن جد عم بهددها. بعدين بعد نجاح هذا جناه وأبي، كل المنتجين طالبيني على فيلم وكلهم موافقين على الغنية اللبنانية. بس ما تنسي وحطي ببالك إنك ما نجحتي إلا مع آسيا داغر بالفيلمين اللي عملتهم معك. وما تنسي إنه آسيا عملت أفلام أنا ما كنت فيها وكمان ما نجحت. انت مش شايفه انك عم تزيديها شوي؟ انا هلا رايح لعند اسيا داغر الا انك تنزلتي عن هيدا الشرط. امضي مع الكونترات واخذ العربون. بابا انا ما رح مثل الفيلم هيدا الا بالغنيه اللبنانيه، حتى لو انت مضيت معها وقبضت العربون. بدك تكسري لي كلامي؟ لا، هيدي اسيا اللي بدها تكسر لي كلمتي، بس رح نشوف كلمه مين اللي رح تمشي، كلمتي ولا كلمه اسيا. حلوا عني، اعملوا اللي بدكم اياه.